اسمي سليم سلامة، خريج قرى الأطفال SOS، بدرس فيلم ميكينج، ديجيتال فيلم ميكينج بSAE. بلشت فكرة هاي المعرض بشهر 10 وتوجهت لشركة زارا لست لينا عناب واقترحت عليها الفكرة بأنه نعمل معرض لأطفال قرية الأطفال يكونوا هم اللي عم بيصوروا بالصور عشان يعكسوا للناس حياتهم اللي بيعيشوها بالقرية عن طريق عيونهم هم. بعديها تطورت الفكرة من أنه تكون ووركشوب لأنها تصير اكزيبيشن، ورحت تواجهت بشهر 11 على قرية إربد ل 14 ولد وبنت بالقرية، ورشة لمدة أسبوع أخذنا فيها شوية تقنيات تصوير واستخدموا تليفونات كانت مقدمة من شركة زين، كل حدا أخذ موبايل فون وضلوا معهم لمدة 3 أيام يتدربوا فيهم بالبيت على الصور اللي حابين يصوروهم والشوتس اللي حابين ياخدوهم أنهم يصيروا صور وينعرضوا بالإكزيبيشن. وبعديها صوروا بالبروفيشنال كاميرا، طبعا ما كان مهم أنه تكون الصور بروفيشنال قد ما كان مهم أنه الصور تعكس الديلي لايف تبعتهم بالقرية. وبعد أسبوع رجعت على عمان وكملنا ترتيباتنا مع شركة زارا وشركة زين وشركة صلب الشيان، مشكورين كلهم طبعا بالترتيب لهذا المعرض لحد ما اجى هذا اليوم ونعرضوا فيه كل الصور، وكل الاطفال اللي شاركوا بالمعرض موجودين هون اليوم. امهاتنا كلهم على عيننا وراسنا، كرسوا حياتهم في سبيل أولادهم. إحنا الأم البيولوجية بتكتفي بولد وولدين وثلاثة، أمهاتنا بيربوا 7 أولاد في البيت في آن واحد، وبعدين بياخدوا فوج جديد من الأطفال كلما قل عدد الأطفال في البيت. يعني إيش ما نقول، لن نوفيهم حقهم، وإيش ما نقول عن أولادنا لن نوفيهم حقهم. بتحملوا الصعاب وبتحملوا بعض المضايقات، ولكن في النهاية في عنا قصص نجاح كتيرة، وبتمنى الكل يستفيد من هذا الدرس. سليم سليم النية، وإن شاء الله الله بيفتح طريقه وبيفتح طريق كل أولادنا. شكراً لكم.